فما اتكلمنا المرة اللي فاتت على الغاشية، وإن هي يوم اسم من أسماء يوم القيامة، ومدى الفزع اللي هيكون يوم القيامة، وما ربنا عز وجل يقول خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وهنا ربنا عز وجل بيقول وجوه يومئذ خاشعة. ونلاقي إن الإعجاز كمان إن ما قالش وجوه خاشعة يومئذ، لا ده قال ايه وجوه يومئذ، كأن التركيز على اليوم ده، الناس هتبقى فيه ايه في اليوم ده، هيبقى شكلها ايه، يوم ايوه يخرجون من الأجداث سراعا، خارجين من القبور بيجروا، مالهم خاشعة أبصارهم، كل واحد عايز يعرف هو فين، مكانه ايوه فين، هيئته ايه. فلما ربنا يوصف، واول ما يوصف بيوصف على الايه، على الوجه الوجه، لان الوجه هو اللي بيبان بعدين عليه التعبير كله. السعادة الحزن ايه، يعني اللي في القلب بيطلع على صحيح. الوجه زي ما بيقول. فربنا عز وجل بيوصف بيقول وجوه يومئذ خاشعة، بس خاشعة هنا مش خاشعة من خشية الله، مش لا خاشعة من خيفة الله عز وجل، لا دي خاشعة من الرعب، عياذا وإن بالله كنت لم تخشع في الدنيا تخشع في الآخرة، يا خبر. ده بأمر الله عز وجل. اللي بيصلي في الدنيا واللي سجد في الدنيا خلاص ما فيش سجود في الآخرة، تمام كده، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كان قدامك الاختيار في الدنيا، وكان عندنا الاختيارات في الدنيا، ان انت لما تصلي تخشع في الصلاة، وان انت احنا ناس دلوقتي بنقول لا بيصلي وبيقطع بتقطع في الصلاة، انما اللي ما صلتهاش في الدنيا وانت في كامل اختياراتك وبكامل ارادتك، لا ده انت هتصليها في وقوتك الآخرة، يعني هتصليها في وحاجات الآخرة. كتير ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا بيها. فلما يقول هنا وجوه يومئذ خاشعة، فخاشعة هنا خاشعة من الخوف، خاشعة من الفزع، خاشعة من القلق، خايفة هيكون ايه مصيرها في الوقت ذليلة ده، تمام يعني. كده. يقال ان ده يعني المعنى بتاع خاشعة. اه بس هنا دي وجوه يومئذ خاشعة، يعني في وجوه خاشعة ووجوه ذليلة ووجوه خايفة طبعا ولسه في الوجه التاني ان شاء اكيد الله. وجوه يومئذ في نفس الصورة ايوه هنلاقيها ناعمة، ناعمة. ونلاقي في موضع تاني والوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، والعياذ بالله. فاللي بيبان على الوش هو القلق ولا الفزع ولا التوتر ولا الحزن ولا الفرح ولا الاطمئنان، كله بيبان فين؟ في على الوش. الوجه الأول. فعشان كده ربنا عز وجل قدم الوجوه الأول، تمام كده؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ذلك بما كسبت أيديكم. أنت هتبقى فين؟ عملت إيه؟ جزاء عملك فين؟ أي اللي عملته في الدنيا فيكون ده جزاءك. فالعمل هنا حتى ما عملتش للآخرة، ما عملتش ليوم القيامة، ما عملتش لهذا الموقف العظيم يوم تقف بين يدي الله عز وجل، دي عاملة ناصبة، هيجرى لهم ايه يا ربي؟ هيكون جزاؤهم ايه؟ تصلى نارا حامية، والعياذ بالله، هيكون مصيرهم في ايه؟ نار حامية، ومش اي نار والعياذ بالله، تمام كده. يا ده ربنا عز وجل بيقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت، امتلأت وتقول وتقول من هل من مزيد. مزيد. سبحان الله العظيم.